صباح الخير تولكر، كخيوط الشمس عند المغيب هذه الجمعة، كرحيل الطفل عن ذكريات الولادة الأولى. لكن اليوم كتب لنا أن تكون الذكرى منقوشة محفورة على ضفاف صباح اعتدنا أن يكون بنفسجي اللون، كريما في عطائه، كرمويا في صوره، منسوجا بفكرة العطاء اللامنتهي. دقت الساعة فرحل الصباح ليأتي الليل حاملا معه عذابات الشوق وآهات الوداع. فراق الأحبة كان دربا مليئا بصورة الابتسامة المرسومة على وجوه من احتاجوا أملا في الحياة رغم الألم. هكذا أنت عبد الكريم، سنبلة تنبت سنابل في الفضاء الرحب، في سطور أحداث تناقلها الجميع ليكتشفوا خبايا الوطن، مثل الحكاية التي تبدأ بمشهد في الوادي المقدس لتتفاعل أحداثها بين المقدمة والخاتمة، وهي لا شيء دون أن تمزج صوتك في سرد أحداثها لتعبر عن وطن ينزف دما ينزف شعبا. هكذا السطور، هكذا السطور كتبت علينا من قبل الولادة، كل له قدره ومثواه حق. كنت فارسا ترك تجاعيدا على زقاق طول كرم، على لاقة الصوت وعلى خبر ما زال يكون هنا في الأسطيل. تحيات معكم مقدم البرنامج محدثكم عبد الكريم، شكرا وإلى اللقاء.